سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. يعد الراحل الكبير عبد الجليل الحشاني أحد أبرز وألمع نجوم كرة القدم الليبية، حيث مارس اللعبة مبكراً بمدرسة توريلي، ثم التحق بأشبال النادي الأهلي ببنغازي عام 1962، وحظي باهتمام حارس المرمى القدير عبد العال العقيلي عندما تولى تدريب فريق الأهلي ببنغازي، حيث دفع به للفريق الأول في أول مباراة رسمية عام 1965 مع فريق النجمة. لتستمر مشاركتي مع فريق الأهلي في عام 68 حين تولى المدرب الإنجليزي تومسون تدريب فريق الأهلي، وفي تلك السنة زار فريق الزمالك المصري ببنغازي لإجراء مباراتين وديتين مع الأهلي والهلال. سنحت فرصته عندما أشركه المدرب الإنجليزي تومسون كلاعب أساسي في فريقه ضد الزمالك. انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف لصفر سجله الحشاني، وهي المباراة التي شكلت انطلاقة وبداية قوية له كلاعب له بصمة في تاريخ الكرة الليبية. والراحل عبد الجليل الحشاني هو صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب كرة القدم الرئيسي بالمدينة الرياضية ببنغازي، الذي شهد إحراز أول هدف بإمضاء وتوقيع النجم الكبير عبد الجليل الحشاني في شباك حارس مرمى الزمالك سمير محمد علي، وهي المرة الثانية تواليا التي يزور فيها شباك الزمالك، حيث سبق أن زار شباك الفريق وقاد فريقه الأهلي ببنغازي للفوز وديا على الزمالك بملعب البركة عام 1968، كما أحرز الحشاني هدفا في شباك فريق مصري آخر وهو الأهلي المصري في المباراة الدولية الودية التي تفوق فيها الأهلي بهدفين، حيث أحرز الحشاني هدف الفوز الثاني. ظل الحشاني موقد أزمات الأهلي وكان معه في أزماته قبل أفراحه، إلى أن اعتزل اللعب ووضع حداً لمسيرته الكروية عام 1985، حيث أقيم له مهرجان الاعتزال كبير بمشاركة فريق التحدي، ليتألق في مجال التدريب بنجاحه في تدريب فريقه الأهلي بنغازي في عدة مناسبات وعلى فترات مختلفة، ثم تولى تدريب فريق الهلال الذي قاده عام 1998 لخوض المباريات النهائية لبطولة كأس ليبيا التي فقدها أمام فريق الشط بركلات الترجيح، كما تولى تدريب المنتخب الوطني الأول عام 98 ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا في مبارياته أمام المنتخب الجزائري. ومثلما نجح الحشاني كلاعب، استثمر قدرته الفائقة في التحكم بالكرة ودقة التمرير وتسجيل الأهداف الحاسمة، وفوق ذلك وفائه لناديه الذي احتاجه ذات مرة للمشاركة في مباراة نهائية حاسمة أثناء امتحاناته الجامعية، فلم يتردد بل كان سبباً رئيسياً في نيل البطولة الأولى من فريق الأهلي بطرابلس موسم 70-71 عقب إحرازه هدف الفوز الثاني في المباراة النهائية في شباك الحارس خليفة أبو نوارة، والتي أسفرت عن فوز الأهلي ببنغازي بالمباراة وبلقب الموسم. وعاصر الراحل عبد الجليل الحشاني وساهم في جميع بطولات فريقه الأهلي ببنغازي الأربعة لاعباً ومدرباً، حيث ساهم كلاعب في تتويج فريقه ببطولة الدوري الليبي 3 مرات خلال مواسم السبعينيات، كما برز وشارك خلال مشاركات فريقه الأهلي ببنغازي الإفريقية 3 خلال مواسم السبعينيات، ثم قاد فريقه كمدرب في العديد من المواسم، منها الموسم الرياضي 84-85 حيث قاد الفريق لخوض المباراة النهائية التي فقد أمام فريق الظهرة بركلات الترجيح، كما قاد فريقه الأهلي كمدرب لنيل وأحراز بطولة الدوري الليبي للمرة الرابعة في تاريخه في الموسم الرياضي 91-92.